وفي شأن محلي آخر، تستمر رحلات المغادرين من المقيمين ومخالفي قانون الإقامة إلى بلدانهم عبر مطار الكويت الدولي، حيث غادرت اليوم 25 طائرة على متنها 4204 ركاب إلى عدة جهات مختلفة. نعم حسن، وقامت الإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية بتقديم كافة الخدمات للمغادرين لمختلف الرحلات في مطار الكويت الدولي. 25 طائرة وبإجمالي 4204 راكبا غادرت مطار الكويت الدولي إلى وجهات ودول مختلفة ضمن رحلات المغادرين للمقيمين وأيضا مخالفي قانون الإقامة وفق الإجراءات القانونية المنظمة من قبل وزارة الداخلية والطيران المدني. عندنا تقريبا 25 رحلة مغادرة من مطار الكويت الدولي، ما زالت جمهورية مصر العربية هي بالمصاف الأول بالرحلات، تقريبا 12 رحلة تليها الهند. إجمالي الرحلات اللي غادرت عندنا تقريبا من 1/6 إلى 17/6 330 رحلة بمعدل 65,000 راكب، كذلك تربعت على المصاف الأولى اللي هي جمهورية مصر العربية بواقع 170 رحلة تقريبا، بعدها الهند تقريبا 95 رحلة. هذه مجموع الرحلات من 1/6 إلى 17/6. رحلات اليوم شملت على دول عدة منها الإمارات والدوحة وجمهورية مصر العربية وجمهورية إيران الإسلامية والهند وأيضا بنغلاديش والنيبال. هل هذه يعني على حسب الجداول وطلبات التشغيل من شركات الطيران اللي توجه طلبات تشغيل لرعاياها لمطار الكويت الدولي، تتم الموافقات وفق الإجراءات اللي موجودة عندنا وفق المضابط والإجراءات الاحترازية الصحية اللي لازم احنا نغور فيها بعملنا ونغور فيها للمسافرين والمغادرين مطار الكويت الدولي بالتباعد الاجتماعي باللبس الكمام والغفاز ووفق الشرطات الصحية اللي موجودة. الشركات منها الكويتية ومنها الجزيرة، الكويتية بوجهات القاهرة سوهاج الهند والجزيرة نيبال والإسكندرية والقاهرة والهند، وعندنا شركات أخرى اللي منها الانديا جو حق الهند، وعندنا الاير كايرو حق القاهرة وسوهاج، وعندنا مصر الطيران القاهرة، وعندنا خطوط القطرية الدوحة، وعندنا الإماراتية، وعندنا طيران الإيراني أتى حق أصفهان. الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وجهات عدة تقوم بتسهيل الإجراءات لعملية الإخلاء والمغادرة بالنسبة للمقيمين بكل سلاسة ويسر والتركيز على الاشتراطات الوقائية الصحية. وما زالت عملية الإخلاء بالنسبة للمقيمين وأيضا مخالفي قانون الإقامة من مطار الكويت الدولي لوجهات متعددة مستمرة حتى هذه اللحظة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.